عسلامة، مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نسمة مباشرة من استوديو خليل القروي برادس. نبدأ نشرتنا بآخر المستجدات في تفجيري مصر، وين تبنى تنظيم داعش الإرهابي الاعتداءين اللي يسفروا عن سقوط عشرات الضحايا في مدينتي طنطا والإسكندرية خلال احتفال المسيحيين. هذا وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه أكثر من 43 شخص قتلوا وأصيب 118 آخرين في الانفجارين بمدينتي الإسكندرية وطنطا. استفاقت مصر اليوم الصباح على وقع زوز انفجارات في كنيستين، الأول في طنطا والثاني في الإسكندرية، وأدى انفجار عبوة نصف في كنيسة مارجيرجس إلى مقتل أكثر من 30 شخص وجرح أكثر من 70 أخرين حسب المعطيات الأولية لوزارة الصحة المصرية. أما بالنسبة للكنيسة المرقسية في الإسكندرية فإن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 أخرين، وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ في مكاني التفجير فور وقوع الحادث لتوفير الإسعافات الأولية للمصابين والتأكد من توفر الكمية الكافية من أكياس الدم. كيف ستكون تداعيات التفجيرين على أمن وسياحة واقتصاد مصر قبل أيامات من زيارة البابا لمصر؟ هذا وتم في مصر أعلن الحداد بثلاثة أيام بعد التفجيرين اللي جدوا اليوم بكل من الإسكندرية وطنطا في مصر. في موضوع آخر